نروح بقى لمحافظة كفر الشيخ. هنتكلم عن أكتر من حاجة فيما يتعلق بهذه المحافظة. أولا مشكلة القمامة، هذه المشكلة بتعتبر من المشاكل الأزلية في عدد من الأماكن، ولكن بدأنا نشوف أنه لا، في حملات، في توعية، في جدية للتخلص من هذه الأزمة. في محافظة كفر الشيخ إيه اللي تم؟ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أكد أنه هيكون في استمرار، هيكون في تكثيف لحملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية. وقال محافظ كفر الشيخ أنه جملة المخلفات اللي تم رفعها امبارح بس بلغت حوالي 1980 طن ب 14 مركز ومدينة. أعلن المحافظ كمان عن بدء إنشاء الحديقة العامة المجانية غرب العاصمة ووضع مظلات ومقاعد وألعاب أطفال ورصفها. معانا الأستاذ عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ. صباح الخير يا فندم. صباح النور على حضرتك وعلى كل أهالينا. يعني حجم المخلفات يا فندم اللي تم رفعها امبارح كبير قوي، يعني ايه السبب في تكوين كل هذا الكم من المخلفات؟ هو طبعا في اطار توجه الدوله وتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع جوده الخدمات المقدمه للمواطنين، وتوجيهات طبعا معالي الوزير المحافظ سيادة اللواء جمال نور الدين، عندنا في المحافظه عاملين حملات نظافه يوميه بنرفع بيها كميات ضخمة من القمامة علشان المواطن يعني يحس بجودة حياة ويحس يعني بفرق. احنا تقريبا كل يوم بنرفع كميات ضخمة ما يقرب من يعني 2000 طن يوميا من القمامة على مستوى 2000 طن؟ يعني حوالي 2000 متر، يعني بنتكلم في 1980، يعني حوالي 2000 طن تقريبا على مستوى كل المراكز. عندنا يعني اداره اسمها اداره التجميل والنظافه، دي فيها حمله تدخل سريع بتوجيهات من معالي الوزير اللواء جمال نور الدين، ان قوه الحمله بالكامل تتوجه يوميا للمراكز والمدن علشان تساعد السادة رؤساء المراكز هناك ومعداتهم في رفع القمامة والتجميل هناك في المراكز. وبالتالي المواطن بيحس ان مش بس معدات المراكز هي اللي شغالة، لا ده في اسطول رايح بيساعد في رفع القمامة والتجميل، وبالتالي المواطن يحس بفرق. طبعا الى جانب الجزئيه دي معالي الوزير المحافظ امر ووجه بيه ان احنا نعمل حدائق عامه للمواطنين بالمجان علشان برضو نوفر اماكن وسبل للمواطنين اللي موجودين في كفر الشيخ ان هم يقدروا يقعدوا في اماكن برضو تليق باهالينا وفي نفس الوقت تكون مجانيه خالص. طيب هذه الحدائق المجانية يا فندم، هل كمان هيصاحبها إجراءات صارمة ضد طبعا يعني رمي القمامة، ضد أي مخالفات من هذا النوع؟ يعني حديقة مجانية للأطفال ولأهالينا هناك في كفر الشيخ، طيب يعني إزاي هيكون في إجراءات صارمة متبعة لمنع إلقاء القمامة مش بس في الشارع لكن كمان في هذه الحديقة اللي هي أكيد كلفت الدولة يعني فلوس كتير قوي؟ والله يعني واحنا الدوله كلها شغاله بفكر، يعني احنا بنتكلم في ان احنا لما بنعمل اجراء علشان نطور بنتكلم في ان احنا بنفكر ازاي نعمل سستينابيلتي للخدمه دي او استدامه للخدمه دي. فلما معالي الوزير المحافظ امر بي ان احنا نعمل او نهتم بتطوير الحدائق في العاصمه وفي المراكز، قال ان على الاقل في كل مركز يكون حديقه عامه يتم تطويرها بشكل كبير من خلال يعني رسم لاندسكيب الموضوع عن طريق التنسيق الحضاري وتنفيذها، بخلاف ان العاصمه يبقى فيها اكثر من حديقه عامه للمواطنين. طيب احنا ازاي
حافظ زي ما حضرتك بتقولي على الاستدامه والنظافه وان ما حدش يعني يحصل فيها اي تلفيات او حاجه زي كده. جت الفكره هنا ان احنا كمان علشان نشجع الشباب ونوفر ونحاول نوفر فرص عمل جيده للشباب، قلنا ان احنا هنفتح فرص ل يعني التقديم على عربيات الطعام المتنقله للشباب، حاجه كده زي ما موجود في القاهره مثلا. ونفتح فرص عمل، نفتح فرص عمل للشباب في مجموعه من الحدائق دي بشكل منظم وبشكل ممنهج. وبالفعل فتحنا الاستماره واعلناها للمواطنين عندنا في كفر الشيخ وللشباب بشروطها بكل حاجه. مجموعه الشباب اللي هيكونوا موجودين في الحدائق دي جت الفكره برضو ان تم عرض الفكره ان يبقى في حاجه زي مجلس اداره ما بين الشباب دول ويكونوا هم اللي مسؤولين عن النظافه وتوفير حراس للامن للمنطقه، وبالتالي يحصل الاستدامه في النظافه. نتمنى يكون في استدامه في النظافه، يكون المواطن خايف على بلده، يكون في توعيه اكتر مش بس في كفر الشيخ ولكن في مختلف محافظات الجمهوريه. عملنا اشتغلنا على كذا محور في نفس الوقت يعني. تمام، انا بشكر حضرتك الاستاذ عامر البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، ويا ريت يا جماعه نحافظ على نظافه بلدنا، يعني المصريين في كل مكان بيبقوا ملتزمين جدا ومش بنشوف اي حد بيرمي قمامه في اي حته في الشارع، فنتمنى ان احنا نخاف على بلدنا ونحب بلدنا اكتر من كده. وبالمناسبه هي مش متعلقه بثقافه ولا بطبقه معينه، انا بشوف ناس يعني ما شاء الله بيبقوا يعني راكبين عربيات وكده بس بيفتحوا الشباك ويرموا الزباله عادي كده من الشارع، مش عارفه بصراحه بيبقى التصرف مستفز جدا. فلا، النظافه من الايمان ولازم يكون في عقوبات صارمه ضد الناس اللي بترمي كده القمامه في الشارع، اللي هي طبعا بتبقى مؤذيه للمنظر العام ومؤذيه لكل المصريين.